صافي دور صافي دور عادي. مشاهدي قناة شفت في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سلا. خليكم مع شاب اللي كيقول لأنه كان واحد نهار أو شحال تقريبا؟ تقريبا أختي الخميس اللي الخميس اللي داز تقريبا، هذا أسبوع ونصف كانت الزوجة ديال الأب ديالو فقط الصباح مشات تجيب الفطور كسائر الأيام حتى كيسمع الغوات. طبعا حسب قوله حتى كيسمع الغوات، وفاش خرج كيلقى واحد الشخص كيجريسيها باغي ياخذ ليها التليفون. طبعا فاش دخل داك الشخص ضربه بسلاح الأبيض حتى تقسمت ليه الودن ديالو على جوج. كيقول الأم ديال داك الشخص فاش تلقت الخبار جات ونوضت شجار بيناتنا ومتهمات الأب ديالي بأنه تعدى عليها. هاد الشاب اللي كيعاود لينا اشنو وقع وشنو هي رسالته اشنو كيطالب. طبعا الودن ديالو مازال ما براتش، اللي دار ليها شحال من غرزه؟ فيها 14 الغرزه من برا ومن الداخل، 14 الغرزه من برا ومن الداخل، اللي غنحاولوا نعرفوا اشنو وقع بالضبط. شرحنا شنو وقع. السلام عليكم اختي، انا يا كنت خارج كنت خارجه مرتبه في الصباح تجيب الخبز كما العاده ديالها، جيبنا الفطور ديالنا، تعرض ليها واحد الشخص بغى يدي ليها التليفون ديالها، ومني سمعت الغوات انايا خرجت نجري وليت في مشاجره مع داك الشخص. من بعد دخلت انا في حالي للدار، جا داك الشخص تهجم عليا في وسط الدار ديالي وبدا تيزدح في الباب، خرجت انا عاوتاني وليت في نزاعات عاوتاني معاه، طلعت للكوميساريه باش نديكلاري بهادشي اللي واقع ليا. ملي رجعت من الكوميساريه تهجم عليا وضربني بالسلاح الابيض كما تشوفوا اخوتي، ها هي في ودني هنايا 14 غرزه وضربني هنايا الجنب ديالي عاوتاني ثلاثه الغرزات عاوتاني. ومني شافت امو القضيه بحال هكا ناضت دارت شهاده طبيه فيها 30 يوم شهاده مفبركه، مشات خداتها من مولاي عبد الله. دابا اختي انا تنطالب اي با يخرج، مشات تهمت لي الوالد ديالي بانه ضربها، هو ما ضربها ما والو، الوالد ديالي متقاعد وفي العمر ديالو 63 عام وما يقدرش على الحبس اختي، وحنا ما عندنا جهد لجأنا للقناه ديالكم باش تساعدنا في هذا المشكل اللي عندنا. نتوما درتو تنازل بيناتكم، يعني قلتي اقرا انت مكروه، ماشي مكروه، انا مجبور اختي، انا مجبور ندير تنازل حيت با هذاك انا يمكن لي نسمح في حقي، يمكن لي نسمح في راسي، يمكن لي نمشي لاي بلاصه، المهم انا با بغيته يخرج من داك السجن حالته بحال هكاك. انا رغما عنك درتي التنازل. رغما عني اختي، راه الاب ديالي هذاك ما نقدرش نسمح في الاب ديالي، انا ندير تنازل ونقدر ندير اي حاجه ونقدر نعاود نتضرب عاوتاني ماشي مشكل باش نسمح في حقي انايا، ولكن باش تجي لي في با راه ما تجيش لي اختي في با. وانا واحد الشخص اللي عندي شهاده البكالوريا وما خدام ما والو، تنخدم غير في تماره حالتي انت تشوفيها اختي، وما بحالناش الوالد متقاعد وكارين. الوالد ديالك 63 سنه دخل في المعتقل دابا، علاش؟ شنو التهمه اللي موجهه؟ موجه ليه التهمه ديال انه ضارب ديك المراه، هو تنقسم لك بالله اختي ما قاص ديك المراه، ديك المراه في الشجار اللي طرا بيناتنا جات ضربني بواحد السطل ديال القزدير، ووقي ضربني هنايا السطل، ديك الضربه اللي ضربني هنايا دار وقيصه واحد الجريحه صغيره في عين في عينيا تحت العين ديالها دايره فيها جوج غرزات. واش اختي جوج غرزات غادي تعطي عليهم شهاده طبيه فيها 30 يوم؟ هذا الشيء راه ما فهمتوش انايا، وانت تشوفي حالتي كي دايره انايا، وراه تصاور عندكم والفيديو عندكم انت حالتي كي دايره، وعاطيني شهاده طبيه فيها 28 يوم. هذا الشيء راه لا يعقل، هذا الشيء لا يعقل. عاطيني شهاده طبيه فيها 28 يوم، هي فيها جرحه فيها جوج غرزات، عطينا شهاده طبيه فيها 30 يوم. ومني مشيت دفعت الدوسي ديالي، دفعت التصاور، دفعت السيدي ديال التهجم ديالنا للسلطه، مني مشينا عند وكيل الملك النهار ديال التقديم ما تلقاش التصاور وما تلقاش السيدي وما تلقاش شحال من وثيقه، وثلاثه الشكايات اللي داير باش يتهجم عندنا في المسكن ديالنا، ثلاثه الشكايات ما لقيتش هاد الشكايات هادو، يعني مور دفعات الفلوس تما ولا شوف كيفاش دمصوا القضيه بيناتهم. انا ملي مشيت عند الوكيل عاوتاني عديت السيدي من جديد وديت تصاور ديال الضربه ديالي عاوتاني من جديد وما لقيتهمش تما في الدوسي. كيفاش اختي هاد التصاور هادو ما غيكونوش في الدوسي؟ وكيفاش هي حصلت على ديك الشهاده الطبيه فيها 30 يوم فيها جوج غرزات؟ حاولتوا انكم تفسروا من طرف الاستاذ اللي انتم دايرين مكلينو عليكم، علاش ما كانش يعني ما دلاش بداك يعني الشريط فيديو، علاش ما دلاش بالوثائق الشهاده الطبيه ديالكم؟ حنا درنا الشريط ديال الفيديو اختي، ولا بغيتي نبتو دابا تشوفيه قدام وتصاور، راه مواصلين عندكم، راه كل شيء عندكم الفيديو. بالله راه تهجم عندنا في المسكن وبدا تيضرب ويسب ويعاير ودخل عندنا حتى للدار لداخل، والوالد تيشد فيا تنقول يا ولدي ما بغيتكش تضيع المستقبل ديالك تمشي دير شي حاجه، ها هو مسكين في طريقه يا اختي، وصل دابا انت اختي العرجات حشومه اب عنده 63 عام متقاعد، الناس تيشهدوا ليه بحسن الخلق، ما يمكنش يأذي امراه اختي، هذا الشيء راه عيب، هذا الشيء هذا راه ضرني في قلبي اختي. شنو كطالب انت؟ انا تنطالب اختي دابا عندي التنازل، عندي كلشي، بغيتي با يخرج من تما،
انا ما خليت ما درت عليه. المحامي تيطلب لي تكاليف بايضه وانا ما عنديش هاد الاثمنة هادي. التنازل عندي، المسائل عندي، كل شيء عندي. انا اضطريت ندير لها تنازل. تعتقل الوالد نهار الخميس، الخميس اللي فات. انا نهار الجمعه جات وهي تقول لي الا بغيتي باك يخرج، الا بغيتي باك يخرج خصك تمشي دير لي تنازل لولدي باش انا ندير لك تنازل. مشيت اختي انا يا راه الاب ديالي هذاك، راه القلب ديالي هذاك، راه مشيت درت لها التنازل بلا خاطري. انا ما باغيش ندير تنازل كان درته بلا خاطري باش دير لي هي تنازل الاب ديالي. وحتى التنازل هو عندي، راه الوثائق كلها عندي اختي. ودابا تنطالب اختي الاب ديالي يخرج من الحبس. دابا ديال السجن البنادم عنده 63 عام اختي، راه ما تنعش انا والله، ما تنشوف الناس. حالتي انت جيتي تشوفي كي داير ماكله ما تناكلش. عندك التنازل درتو نتوما التنازل بعد بيناتكم؟ درنا التنازل. التنازل دابا عطينا حنايا جلسه من النهار اللي تعتقل فيه، عطاونا الجلسه نهار 8 في شهر 9. وانا مشيت صاوبت التنازل، عطيته للمحامي دفعوا ليه باش يدفع ليه صراح. المحامي ديك التكلفه اللي طلب ليا بايضه اختي، وحنا طلب ليا 80000 ريال. 4000 درهم باش يقدم باش يدفع لك الصراح المؤقت. والتنازل يدفع التنازل مرفوق بالصراح مؤقت باش يخرج في حاله بالليل. 4000 درهم طلب لي. 4000 درهم طلب لي. عارف الوضعيه اختي، راه عارف. انكم توكلوا محامي اخر عليكم؟ ما قدرناش اختي، لا الحاله ضعيفه اختي. متقاعد هو اللي تيصرف اختي، راه مشى للحبس ومخلي وليد صغير باقي تيقرا عند في العمر ديالو 10 سنوات، ومخليني انايا حتى انايا معاون معايا، هو اللي معاون معايا. وانت اختي تشوفي حالتنا كي دايره. ديالكم المحامي اخر هو ما بغاش يعني ما لقيناش اختي، ما عرفناش حنا، ما عرفنا فين التجأ. انا راه دخلت اختي ما عرفت فين نمشي، ما عرفت التجأت القناه ديالكم، حيت عارف انا تتساعد بنادم اجتماعيا وهادي، والتجأت القناه ديالكم هي اللي غادي تشوف ليا. انت كطالب الان اذا كان شي استاذ يقدر ينوب عليك بالمجان او في ثمن رمزي؟ هذاك الشيء اللي كاين اختي، ماشي مشكل ثمن رمزي كما قلتي، ماشي مشكل. داك الثمن البايض طلبوا ليا قال لي باش يخرج نهار الاثنين، ومشيت انا دبرت ليه على داك الشيء اللي قدرت. قلت له انت انا غندفع لك هذا الشيء، ومني تخرجوا ديك الساعه هو راه غادي يمشي، هو راه عنده الفلوس ديالو في البوسطه، يمشي يشري فلوس ويعطيك. دابا اختي حتى الماكله راه ما عندناش، عرفتي الدار عرفتي كي دايره الدار، ماشي بات فيها حتى واحد. انت اختي راه حالتنا تتشوفيها، انا راه التجأت ليكم نتوما اللي غادي تعاونوني، غتسدوا في وجهي البيبان كاملين. شنو رسالتك للمغاربه اللي كيشوفونا الان؟ رسالتي لهم يتعاونوا معايا ويشوفوا لي شي محامي، ولا يشوفوا لي شي حاجه نخرج الاب ديالي الله يرحم لكم الوالدين. راه حالتي نتوما تتشوفوا راه عالم بها الله. رقم الهاتف ديالك شحال هو؟ 06 00 معايا 06 00 48 27 50. هذا رقم الهاتف ديالو اللي بغى يتواصل معاه، اللي بغى يساعده باش يقدر يعاونو على محامي اللي يتكلف بالقضية الأب ديالو، اللي يدفع ليهم تنازل. قرب ليا الميكرو عفاك، اللي يدفع تنازل، لأنه كيقول دار تنازل من أجل الأب ديالو. فالله يحسن العوان. شوف الأب ديالك راجل مسن ومعتقل، يعني بسبب شي حاجة اللي هي تافهة كيف ما كنقولو، راه تبيع البالي وجديد باش أنك تخرج الاب ديالك من داك الازمه. فنتمنوا على انه يتم التفاعل مع الحاله ديالو، ويلقى الناس اللي عاونوه ماديا، ولا شي بعض يعني كاين اساتذه، بعض الاساتذه اللي كيبغيو انه يقوموا بالعمل التطوعي، اجرهم الله ولا ياخذوا ثمن رمزي كيف ما قلتي. هذاك الشيء اللي كاين اختي، انايا ماشي مشكل، انايا جات لها انت اختي، جات لي في با وجات لي في وجهي، وانا صابر. وباش نشوفو تما في الحبس اختي، راه ما نقدرش نصبر عليه هنايا، راه غاتي شنو، راه صحتي مرضات كامله، الماكله ما تناكلش. انت صبرتي على وجهك فيه 14 غرزه، ما صبرتيش على الاب ديالك راجل مسن. هذاك الشيء اللي كاين اختي، نقدر نصبر على الصحه ديالي، ولكن ما نقدرش نصبر على الاب ديالي، راجل مسن وفي السجن بحال هكا كتشكرفس مع الدراري الصغار، والحاله بحال هكا، وانت راه الشيره الوثائق اللي عطيتك هما في الارمي تيشهدوا لي بحسن الخلق. ما يمكنش راجل عنده 63 عام، راجل عسكري متقاعد. نتمنوا رسالتك توصل، ونتمنوا لان يكون تفاعل مع النداء ديالك في اقرب وقت ممكن، خصوصا ان عندك تنازل يعني، والقضيه هي سهله بزاف. نتمنوا رسالتك توصل في اقرب وقت ممكن. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، نقول لكم رقم الهاتف ديالو في العنوان، اللي بغى يتواصل معاه اللي يدفع المال، اللي بغى يقدم له الدعم، ارجوكم لله.